بسم الله. اللهم صل على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الكمال الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. هناك كلمات في اللغة العربية تذكر في الأنثى دون أن يضاف إليها التاء، وهناك كلمات تذكر في اللغة العربية تدل على الذكر والأنثى دون أن يضاف إليها التاء، وهناك كلمات في اللغة العربية تدل على الأنثى ويضاف إليها التاء. هذه قسمة ثلاثية. مثال الأولى هي الكلمات التي لا نظير لها في الذكور ولما لها من صفات تتعلق بالإناث، كقولك الحائض والمرضع فلا تحيض إلا النساء ولا يرضعن إلا النساء، فلا تحتاج أن تقول الحائضة أو المرضعة، هذا يعتبر من اللحن وليس من البلاغة عند العرب. إذن هذه الكلمات المحضة التي لا يضاف إليها التاء وتدل على النساء قولا واحدا، المرضع الحائض إلى غير ذلك من أمثالها، إلى أي مثلها وما قيس على مثلها، وهذا ذكر ابن فارس معجم مقيس اللغة. الثاني هو الذي بدون تاء ويدل على الذكر والأنثى معا، كقولك الزوج، الزوج يدخل فيها الزوج ويدخل فيها الزوجة، وكقولك الأيم، الأيم قيل هو من لم يتزوج أو من لا زوجة له أو من لا زوج له من الرجال والنساء. إذن والله عز وجل قال وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإذا كلمة أيم يدخل فيها الرجال ويدخل فيها النساء، كل من لا زوج له من أرمل أو من مطلق أو من عانس إلى غير ذلك. والنوع الثاني هو الذي يذكر فيه التاء المربوطة، مثلا تقول زوجة، أن تقول أيمة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فهذه اللفظة لفظة زوج يقصد بها الذكر ويقصد بها إيش؟ الأنثى. نعم. وقد قال زوجة والأولى أصبح وضيع، جاء القرآن قال الله تعالى لآدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام وأطرحنا له زوجة. ومن الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقال برزق وإن الذي يبغي ليفسد به ليفسد زوجتي كساعي لا أذف أذف الشراء يستبيلها. أيوة صحيح، كساع إلى أسد الشرى يستميلها، أي يستبيلها، نعم، بمعنى الاستبالة هنا بمعنى أن يستفزها، والذي يستفز أسد الشرى أسد الغاب أو أسد الحراسة لا يضر إلا نفسه. نعم نعم. وقد يجمع على زوجات، وهذا إنما هو جمع زوجة، وإلا فجمع زوج أزواج، قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال تعالى أنتم وأزواجكم تحضرون. وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفردا وجمعا، وتقدم وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم، وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، الإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة، وقال تعالى ثبت يدا أبي لهب وثب، إلى قوله ومرأته حمالة الحطب في جيبها لاية، وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فلما كانتا مشركتين أوقع عليهم اسم المرأة، فقد وقال فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ومن دلائل الرسم أن كل امرأة كتبت في القرآن بالتاء المفتوحة لابد أن يأتي اسم العلم بعدها، وكل امرأة بالتاء المربوطة فلا اسم علم بعدها، ولذلك قال الله عز وجل ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة تاء وبعدين قال إيش نوح، فتلقاها تاء مفتوحة، وامرأة لوط تاء مفتوحة بعد اسم علم أضيفت إليه،
أما في المثال الأول التي هي تاء المربوطة بدون اسم علم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. لو فتحت المصحف في هذه السورة في سورة النساء لوجدت أن امرأة عبارة عن تاء مربوطة. إذا وقفت على الأولى ستقول ضرب الله مثلا إذن كفر امرأة، تقف بالتاء. وإذا وقفت على الثانية تقول وإن امرأة خافت من وإراءات تكمل تكمل. نعم تفضل. نعم. فلما كانت مشركتين وقع عليهم اسم المرأة وقال فرعون ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. ومن الجمال أيضا لما تكلم عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنات ما ذكرها بلفظ المرأة، ذكرها بلفظ الزوجة. ولما تكلم عن زوجات الأنبياء الكافرات ذكر باسم إيش؟ باسم المرأة، ولم يذكر باسم الزوجة لأنها لم ترعى حقوق الزوجة، ولكن بقي فيها صفات من المرأة لم تنفك عنها. وهذا من جمال بديع اختيار ألفاظ القرآن أن اللفظة في مكانها لا يغني عنها غيرها. نعم. من لدن كتاب فصلت أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. لما كان المشركين أوقع عليه اسم المرأة وقال فرعون ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون لما كان هو المشرك وهي المؤمنة لم يسميها زوجا له وقال في حق آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أحللنا لك أزواجك. وقال في حق المؤمنين وروا بها أزواج مطهرة. وقال الطائفة منهم السعيري وغيره إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج لأنهن لسنا بأزواج لرجالهم في الآخرة، ولأن التزويج حلية وحلية شرعية وهو من أمر الدين. فجرد الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح امرأة لوط عليهما السلام. ثم أورد السعيري عن نفسه قول زكريا عليه السلام وكانت امرأتي عاقر، وقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فأقبلت امرأته في صرة. سبحان الله. انظر الكلام، لفظة الزوجة تذكر عند تمام الزوجية، فإذا اختل منها أمر من تمام الزوجية وحيلت إلى لفظة إيش؟ إلى لفظة امرأة. ومن ذلك أن تكون كافرة، أو أن يكون زوجها هو ليش هو الكافر، أو أن تكون ليست لها نعمة الزواج وهي إيش؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكانت امرأتي عاقرة. نعم. وأجاب بأن ذكر المرأة أليق بهذه المواضع لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة، فذكر المرأة أولى به لأن الصفة هي التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجا. قلت ولو قيل إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانبة مشعر أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانبة هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه، فإن الزوجين هما الشيئان المتشاكلان أو المتساويان. ومنه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. نعم لعلكم تذكرون. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وهذا معنى من كل شيء خلقنا زوجين يعني نظيرين وشبيهين. نعم. وقال إمام أحمد أيضا ومنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت يعني رجعت إلى الأرواح إلى الأبدان أو خرجت المشاكلات المتشابهات مع بعضها البعض، قولان لأهل التفسير. نعم. قارن بين كل شكل وشكل وفي النعيم والعذاب. قال عمر الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار. وقال الحسن وقتادة والأكثرون وقيل زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين وهو راجع إلى القول الأول. وقال الله تعالى ثمانية أزواج ثم فسرها من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة أي فلو أو يا عبد أي فلو. نعم إلى آخر الحديث، يعني من كل شيئين متماثلين أو متشاكلين أو متشابهين ريالين فاكهتين متشابهتين إلى غير ذلك. نعم.
ومنه قول زوجا خف وزوج حم زوج خف وزوج 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 حمام. نعم. زوجة؟ زوجة زوجة خف وزوجة حمام. زوجة خف وزوجة حمام ونحوه. ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشابهة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن. وعلى سالفة زوج الحمام لابد أن ننوه على مقطع انتشر في الأيام الأخيرة حقيقة جاني من أكثر من واحد وكل نريد أن يصل عن صحة هذا الكلام لرجل يتهكم على فراريج الحمام وكتاكيت الدجاج. جاكم المقطع هذا؟ نقول هذا المقطع يا أخواني طبعا يدل على جهل من تكلم فيه من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإنسان لا يختار خلقته، صحيح؟ هل أنت تختار أنك أنت أبيض أو أسمر أو قصير أو طويل؟ الإنسان لا يختار خلقته، إنما عز وجل تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شئت. هذا رقم واحد. المسألة الثانية، المثال لما يضرب في غير قياسه وفي غير مكانه يقول العلماء هو نوع من الحماقة والجهل. لماذا؟ لأن الدجاج والفراريج والكتاكيت والزغاليل ليست مكلفة. هل هي مكلفة ليضرب بها المثل؟ ليست مكلفة، صحيح ولا مو صحيح؟ الله عز وجل يجمع كل الحيوانات، وإذا الوحوش حشرت، وفي رواية حشرت يعني جمعت في يوم المحشر، ثم يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. يعني ايش يقاد؟ يؤخذ لها بحقها. الشاة اللي كانت ما لها قرن، اللي ضربتها اللي فيها ايش قرن، يؤخذ لها بحقها. ثم يقول لهم رب عز وجل كونوا ترابا. حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى يكون ترابا عشان ما يرد على ايش على 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 النار، ولا يرد على السؤال، ولا يرد على العذاب، هم فيها وهم فيها خالدون. المسألة اللي بعد ذلك أنك أنت أصلا يا صاحب هذا المقطع لما حملت في بطن أمك وخرجت إلى الدنيا ما مشيت على طول تلقط الحب. كم جلست ترضع من ثدي أمك؟ سنتين. ثم بعد ذلك أبوك هو اللي كان بيجيب لك إيش الأكل، وأمك تجيب لك الحليب، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، ويشيلوك يودوك المدرسة ويركبوك في السيارة ويخافون عليك إلى غير ذلك. فمن باب أولى أن الحمام ليس مطالبا مثل هذا. بل عند الطبراني وهو ضعيف لكن أنا أذكره من باب استئناس القصة، أنه إذا خرج الغراب من البيضة يخرج لونه أبيض فيلفظه أبوه أو يلفظه أمه، ما تقبل، تقول هذا ما هو إيش؟ ما هو ولدي. فيقيد الله عز وجل له من يطعمه حتى يشتد عوده فيرجع لونه إلى الأسود. الغراب يطلع إيش؟ ريشه أبيض فلا يجد من يطعمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف إيش؟ الخبير. فيجد من يطعمه حتى يشتد عوده فيصبح ريشه إلى اللون إيش؟ الأسود. وهنا الحديث الذي نقوله كمان أنه ضعيف هو دعوة نبي الله داود، اللهم يا من يرزق النعاب ارزقني النعاب، اللي هو إيش؟ صغير الغراب. وهذه قصته والحديث ضعيف لكن بمعنى عام ده اللي بيحصل فعلا. الغراب إنما تولد بهذه الصورة حتى يشتد أمره إلى ذلك. أيضا من الخطأ الشديد أنك أنت تتهكم على كر كر جلس جنب لين هلكها سمعت المقطع هذا. نقول وما يدرك أن هذا تسبيح يا أخي. قال الله عز وجل وإن شيء ليسبح إيش بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت تشوف الفرق، شوف الضفدع هذا صوته اللي في الليل هذا، والزنبور اللي هو الصرصور اللي بيكون في المزارع، كل دي تسابيح. يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد، ما يدرك بإيش، هذه كلها تسبيح. ثانيا وتاسعا وعاشرا وستة عشر، ليتنا كالطير. صح من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني نحن نحتاج أن نتوكل كما يتوكل مين؟ هذا الطير. تلقى طالع الصبح وقت الغداء وقت الفجر وهو خامس البطن ما فيه ولا شيء، يروح يلقى إيش رزقه ثم يغدو ثم يروح وقت العشي وهو
ملأ لكي يأكل الحب الذي لقطه وملأ بطنه به، يقوم حاطه فين؟ في فم أولاده أو في فم ذريته. فنقول يا إخواني يعني أنا حقيقة أحزن حقيقة من مثل هذه الأشياء، لأن وسيلة الدعوة الله عز وجل لابد أن تكون بلفظة لا يعني تستحمق فيها أفهام المستمعين. أنت الآن في زمان المقطع هذا في دقائق حيلف الدنيا كلها هذه، فلا تخرج لفظة أخي المبارك تحمل إيش؟ أيوة، لا تخرج لفظة تندم عليها، ولا تخرج لفظة تفتري فيها على الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال أهل العلم، قال القرطبي رحمه الله: وهاتان صفتان لملائكة اليمين والشمال، كل منهم رقيب عتيد، كل منهم رقيب عتيد، وليس هذا اسما لهم، هذا ليس من أسماء الملائكة هذه، لكن دي صفتها. أيوة، قال ابن عثيمين رحمه الله: أي على اليمين رقيب متابع لك عتيد لا يتخلف عن الكتابة وعن مراقبتي، واللي على الشمال نفس الكلام، رقيب متابع لك عتيد لا يتخلف عنك أبدا. شفت اللي يقول لك رقيب لفلان وخذ بالك منه، هذا المال، هذه هي صفاتهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيش؟ إلا لديه رقيب عتيد. هذا على سالفة أنت اللي جبت الحمام هذه يا عزوز. نعم. سيدنا أبو بكر وعائشة، ما دخل الواحد منهم إلى بستان قال: يا ليتني كنت مثل هذا الطير، يا ليتني كنت مثل هذا الطير. سبحان الله، ما هو مكلف ولا مطلوب منه إيش شيء. سبحان الله، يرد الشجر ويعرف رزقه ويسوقه الله عز وجل إليه. لحت الشيخ السعدي يقول كلام عجيب سبحان الله، يقول: كنت أكتب ليلا وإذا عندي قال دراهم كده سبحان الله، فأخرجتها وضعتها، قال: فجاء الفأر فأخذها ومضى. قلت: أخرج له درهما ثانيا، دراهم فضية أو ذهبية، قال: فأخرجته وحطيته، جاء الفأر لين أخذه ومشى. قال: حتى عددتها عشرة، ثم ذهبت إلى جحري فوجدت أنه يخزنها هناك. قال: والفأر كان لطفا. ومن النوادر العجيبة أن رجلا كان كلما وضع المائدة أتت قطة وأخذت اللحم وذهبت به، قال: فتبعتها يوما فوجدتها تذهب إلى جحر لتضعها في فم حية عمياء. والقصص مليئة بمثل هذه الأشياء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أيظن أحد فيكم أنه هو يملك رزقه؟ والله ما يملك شيء ذات الله، والله ما يملك من أمره شيء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لما قرأها الأصمعي وسمعها الأعرابي قال: أهذا في كتاب الله؟ قال: نعم. قال: فكانت له ناقة، فقال: ساعدني في نحرها. قال: فنحرها وأنا منه أتعجب، ما عنده غير الناقة هذه. قال: ساعدني في تقطيعها. قال: وزاد العجب مني. قال: فما برح من مكانه إلا وزعها على كل رائح وغاد، ثم دخل إلى القرية فلم أره. قال: قلت: يا أصمعي، تقرأها منذ 15 سنة والأعرابي علمك معناها؟ تحسب أنت متكئ عليهم 25، شوف الصدفات الدنيا كيف زحمة، متكئ على أن يجيك راتب يا رجل، خلك من الكلام هذا جزاك الله خير. في بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حولها. رجل من بنغلاديش، أنتم قرأتوا هذا الخبر، كان ورث عن أبيه 2 مليون دولار، فإذا بالأخ الأكبر قد آذاه حتى جعله يخرج من بنغلاديش لكي يأتي عامل نظافة بمكة شرفها الله ويدعو، فابتلي الأخ بالسرطان، فقال: آتي لكي أحج أو أعتمر. وبينه هو يركض في سابتكو في النقل الجماعي وينظر من الشرفة، إذ يرى من؟ يرى أخاه ذلك الذي ينظر، فينزل وكان الباص لما يتحرك بعد، ويلتزمه ويبكي ويقول: يا أخي والله لأردن إليك مالك. فتحول بين غمضة عين وانتباهات من عام النظافة ب 300 ريال إلى مليونير بقيمة 8.5 مليون ريال، 2 مليون
$2 مليون، أنت ما تملك من أمرك شيء يا حبيب، أنت لا تملك من أمرك شيء، فلا تتكي على مال ولا على وجاهة ولا على مكانة ولا على وظيفة، إما أن تسلب منها أو تسلب هي منك. وإن الكفل ليس له جيوب، ولا في بطاقات صراف هناك ترى في الكفل، ما في جيوب ولا بطاقات إيش ولا بطاقات صراف، ذاك الظهر تحمل بكفن قد تبرع الناس به، وسيارة تحملك تبرع الناس بها جزاهم الله خير في مغاسل الموتى، والدولة توفقها الله تبرعت بتلك الحفرة. وما أعجب لما قال القائل أنت في هذه الدنيا ما إلا عبارة عن قطعة كفن من السوق وحفرة في طرف المقابر، هذا كل رأس مالك ترى، الكابيتال ستوك اللي عندك كله، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا، كل الرأس مال اللي عندك الله يرضى عليك حبيبي الغالي هو عبارة عن قطعة من السوق وحفرة في طرف إيش المقابر. اعمل لهذه الدار، ليس دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشيء خاب بانيها، واعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والديان ناشيها، المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. نعم. هما الفردان من نوع واحد، ومنه قوله زوجة خبز وزوجة حمام ونحن، ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشابهة والمشاكة بين الكافر والمؤمن، وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقال تعالى في حق المؤمنين أهل الكتاب أعد قال هنا نقطة مهمة جدا، وهي المساواة والعدل يا إخواني. بعض الناس يقول هل ساوى الإسلام بين المرأة والرجل؟ نقول هذا السؤال ليس سؤالا صحيحا، ولا يضحك عليك أعداء الإسلام بأن يبثوا هذه المصطلحات التي لا تستقيم لا معهم ولا معنا. فنقول الإسلام دين العدل، لأن المساواة ليست عدلا. أضرب لكم مثالا، عندنا ابننا هذا الله يحفظه الطفل الموجود الآن طوله ممكن 70-60 سنتي صحيح، ونأتي بأطول واحد في المجلس طوله 190 سنتي صحيح، ونأتي بإذننا ونجعل تحته ماذا؟ طاولة صحيح؟ فيستقيم في الطول، يتساوى في الطول مع من؟ مع أطول واحد فينا، ثم نجعلهما إلى شرفة يراهم من هو فين؟ في الخارج، ما يرى إلا ماذا؟ إلا الرؤوس، هو في الخارج ماذا يقول؟ لكنهم هل في عدل؟ ما في عدل، صحيح؟ عرفت الفرق بين المساواة والعدل؟ ولذلك المساواة ما جاءت إلا في دين الله عز وجل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أيوة، فقال الله هناك ماذا؟ قال يا إذا حكمت أن تحكموا بالعدل، ماذا أن تحكموا بماذا؟ بالمساواة، لأن المساواة ليست عدلا، وإنما العدل مساواة وزيادة، العدل مساواة وزيادة. هذه المصطلحات التي ينبغي أن تحرر، وينبغي أن تساوى، وينبغي أن ترتب بين من؟ بين المسلمين. نعم. أصحاب الجنة هم الفائزون، فما ذكر الاستواء إلا للمقارنة والمشاكلة والمفاضلة كما ذكر شيخنا. تفضل. وقال تعالى في حق المؤمنين أهل الكتاب والكافرين ليسوا سواء من أهل الكتاب. يا شوف الكلام، ليسوا سواء، ما يمكن يا أخي، ليسوا سواء. نعم. وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنيا، فلا يتوارثان ولا يتناكحان ولا يتولى أحدهما صاحبه، فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى انقطعت في الاسم، فأضاف فيها المرأة برفض الأنوثة المجرد دون رفض المشاكلة والمشابهة. فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه. ولهذا وقع على المسلم امرأة الكافر وعلى الكافر امرأة المؤمن لفظ المرأة دون الزوجة تحقيقا لهذا المعنى والله أعلم. وهذا أولى من قول من قال إنما سمى صاحبة أبي لهب امرأته ولم يقل لها زوجته، لأنه أنكحه لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام، فإن هذا باطل بإطلاق اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح. وتأمل
هذا المعنى في آية المواليد وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أيوة ما قالش إيش امرأتكم، لماذا؟ لأن المسلم لا يرث الكافرة والكافرة لا يرث المسلمة، فهنا قال لأن معناها رباط الزوجية إذا كان باقي، ولذلك من موانع الميراث كما قال الرحبي قال قتل وكفر واختلاف دين، اختلاف الدين لا توارث يكون بينهما، فأتى هنا بالزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك. الآية نعم إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقابلة للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا.